السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد الرمحي في سلسلة شرح كالكولاس 1. اليوم راح نحكي بأول موضوع اللي اسمه سلانت أسيمتوت. السلانت موضوع سهل كثير، بيجي بحكي لك بعطيك مثال وبطلب منك السلانت أسيمتوت. هسا أول إشي عندك شرطين، يعني هسا بدك تشوف الليمت للإكس تقترب للما لا نهاية في إف الإكس ناقص إكس زائد بي تساوي صفر، ولازم تكون درجة البسط ناقص درجة المقام تساوي واحد عشان يكون في سلانت اسيمتوت. درجة البسط قديش عندي هون؟ اكس تربيع، يعني البسط درجته اثنين، اعلى اسفل يعني بكون الدرجة اثنين، واعلى اسفل المقام اللي هو واحد، يعني درجة المقام في الواحد واحد، بصير اثنين ناقص واحد يساوي واحد. مادام طلع عندي درجة البسط ناقص درجة المقام يساوي واحد، فبكون في سلانت اسيمتوت لهذا المثال اللي عندنا. بعدين بتيجي بتطبق له ليميت اكس تقترب للما لا نهاية، بس بدك تنتبه على شغلة واحدة، لازم دايما بسط يعني خلي عندك الشكل الاقتران بأبسط صورة. بتصير عندك اوزع المقام، بتصير اكس تربيع على اكس بتصير اكس زائد واحد على اكس، هاي يعني هاي الاختران بس بسطته عندي، ناقص قانون اللي عندي هذا اكس اي اكس زائد بي الكل يساوي صفر. طبعا هسه كلنا بنعرف انه بالمالا نهاية النهاية بتتوزع بالجميع، فواحد على اكس شو نهايتها؟ واحد على ما لا نهاية صفر. فبتصفي عندك ليميت اكس تقترب للما لا نهاية في اكس زائد زيرو ما راح نكتبها ناقص اي اكس زائد بي تساوي صفر. طبعا هسه انا شو الاقتران، يعني انا عندي قيمة اكس ناقص اي اكس زائد بي، شو الاشي اللي بدي اطرحه من اكس عشان يعطيني صفر؟ لازم اطرح اكس نفسه، يعني مثلا نفرض انه اكس تساوي خمسة، فشو الاشي اللي لازم اطرح من الخمسة عشان يعطيني صفر؟ فلازم اطرح الخمسة، فبالتالي بعرف انه هذا كله لازم يساوي اكس، يعني اي اكس زائد بي لازم تكون اكس عشان تصير اكس ناقص اكس تساوي صفر. فبروح بكتب له انه سلانت اسيمتوت واي تساوي اكس، اللي هي المقدار اللي طلعته هون. هذا هو السلانت اسيمتوت بشكل بسيط. بيجي بعدين الموضوع الثاني vertical tangent and cusps. هسا احنا الكسبس نفس تقريبا بيشبه الانفليكشن بوينت، بس بدنا ننتبه بشغله واحده. هسا تطلع هون التقاعر، يعني اكتب الازرق التقاعر هون للاعلى وهي طالع متزايد، فهي التقاعر للاعلى ومتزايد انكريزنج. بعدين عند الاكس نوت هاي اللي صار نقطه الانعطاف هاي، طلع بلش يصير التقاعر لأسفل، هي التقاعر لأسفل وبتناقص قاعد بنزل لتحت، فهنا كمان بتصير تناقص تقاعر لأسفل وهون تناقص. فلما يكون عندك يكون تقاعر لأعلى ويصير بعدين تقاعر لأسفل، فحكينا عنها inflection point هاي. ولما يكون عندك هنا تطلع هون التقاعر لأعلى بتزايد، بس هون صار التقاعر بضل اعلى بس صار ينزل لتحت يتناقص، فالتقاعر لاعلى بتزايد بس هون ضل التقاعر كمان لاعلى بس صار يتناقص. لما يضل التقاعر زي ما هو بالرسم بعرف انه هاي النقطة هون بتكون هون عندك هاي بتكون كسبس. ولما يكون يتغير التقاعر من اعلى لاسفل بتكون هاي انفليكشن، نقطة انعكاس اللي اخذناها. طبعا كيف بدي اميز بالمسائل الحسابية؟ عند الانفليكشن بوينت بروح بطلع النهاية لعند المشتقة اف برايم للاكس عند الاكس نوت اللي عندي من اليمين ومن اليسار، لازم يكون الجواب زي ما هو، يعني لازم يكون جواب النهاية من اليمين يساوي جواب النهاية من اليسار، يعني هون مثلا مجمع النهاية من اليمين ومن اليسار لازم تكون مجمع النهاية. إذا سالب ما لا نهاية من اليمين لازم تكون سالب ما لا نهاية. إذا طلع الجواب من اليمين ومن اليسار بيساوي بعض بيكون عندي هاي النقطة انفليكشن. إذا طلع المثال بيختلف عن بعض، يعني طلع عندي من اليمين موجب ما لا نهاية ومن اليسار سالب ما لا نهاية أو العكس، بتكون هاي النقاط كسبس. طبعا هسه بالمثال بتتوضح أكثر.
بيجي عندك بحكي لك كونسيدر اف الاكس تساوي اكس ناقص 4 الكل قوة 2 على 3. شو بنعمل اول اشي؟ اول اشي لازم اشتق دائما، يعني بدك تشوف كسبس او انفليكشن اشتق. صار اف الاكس تساوي 2 على 3 في اكس ناقص 4 في مشتق ما داخل القوس اللي هي 1 بكتبهاش، وبطرح من البسط 1 بتصير سالب ثلث. سالب ثلث طبعا اكتبها بشكل ابسط بتصير 2 على 3، وهي هذا المثل المقدار بنزل لتحت بتصير اكس ناقص 4 الكل قوة سالب ثلث. واحنا بنعرف ان الجذور الداخل هون بصير موجب لان نزلنا الاس على المقام، واحنا بنعرف انه الثلث هي نفس الجذر التكعيبي. يعني شرحنا بموضوع، انا شرحت الموضوع قبل هيك انه الجذر التكعيبي مثلا لإكس تساوي إكس قوة ثلث اللي هي الداخل القوة الداخل على الخارج. فهو انا بقدر اكتب له انه هون بتصير عندنا الشكل النهائي 2 على 3 في جذر إكس ناقص الجذر التكعيبي لإكس ناقص 4. بعدين هسه شو الاشي اللي راح يصفر عند المقام الاربعة؟ فبدي اروح ابحث في النهاية من اليمين من عند الاربعة والنهاية من اليسار من عند الاربعة. خذ لي النهاية اكس تقترب للاربعة من اليسار عند المشتقة 2 على 3 في جذر التكعيبي لاكس ناقص 4 قديش راح تطلع؟ انتبه 4 من اليسار هون، فاربعة من اليسار فاربعة من اليسار حكينا انه زي كان 3.999 ناقص 4 فراح تطلع 2 على 0، بس اللي حكينا الاربعة من اليسار اصغر من الاربعة فراح نحط الاشارة الصغيرة السالب هاي عشان تدلني انها سالب ما لا نهاية. واربعة من اليمين للمشتقة اكس تقترب اربعة من اليمين 2 على 3 في الجذر التكعيبي لاكس ناقص 4 قديش تساوي؟ أربعة من اليمين حكينا الأربعة أكبر بشوي رح تكون يعني 4.1 مثلا، فاثنين على صفر بس هون الإشارة موجبة فتطلع موجب ما لا نهاية. فهي تطلع النهاية طلعت عندي من اليسار تساوي سالب ما لا نهاية، وهون النهاية بتطلع موجب ما لا نهاية، فما طلعوا نفس الإشي. فبما إنهم ما طلعوا نفس الإشي شو حكينا؟ رح تطلع كسبس. هاي لما حكيت لك النهاية من اليمين لا تساوي النهاية من اليسار تطلع عندي كسبس. وانتبه بناخذ النهاية للمشتقة، يعني هاي احنا اخذنا هون النهاية للمشتقة. هيك احنا بنكون خلصنا موضوع الكسبس. بندخل على موضوع الابسليوت ماكسيمم اند مينيمم. هسا الابسليوت ماكسيمم يعني مثلا الابسليوت اللي هي القيمة العظمى، هون القيمة العظمى المطلقة او القيمة الصغرى المطلقة. ابسليوت يعني مطلقة، احنا اخذناها بالفيديو الماضي بس ما ركزنا عليها لانه لها موضوع لحال. فتطلع هون اكبر حد راح يوصله الاقتران هي هون عندي هي القيمة العظمى، واصغر حد راح يوصله هي عندي هون القيمة الصغرى، يعني هاي قيمة عظمى محلية، قيمة عظمى مطلقة عفوا، وهي قيمة صغرى مطلقة. بس تطلع هون هي اصغر محل راح يوصله، اصغر محل راح يوصلوا الرسم عندي هيها اصغر اشي، بس اطلع طالع على فوق لعند ما لا نهايه مش مبينه لوين، اما هون هيها مبينه عندي قيمه عظمى مطلقه، هون قيمه صغرى مطلقه، بس هون عندي قيمه عظمى صغرى بس ما في مطلقه مش مبين. وتطلع عندي هون ما في، لا مش مبين عندي لا قيمه صغرى ولا قيمه مطلقه. هذا عن طريق الرسم مثلا، هو تقريبا ما يعني راح اجيب لك في الامتحان على الاغلب على الحل. اطول شو بدي اعمل؟ بروح بطلع الكريتيكال بوينت. كيف كنا نطلع الكريتيكال بوينت؟ نساوي المشتقه بالصفر ونساويها بالديز نوت اكزيست، بعدين بروح بعوض الكريتيكال بوينت اللي طلعت عندي بالاختران، هي بعوض النقط الحرجه اللي طلعت عندي، بعوض اطراف الفترات اللي بكون معطيني اياها. اكبر قيمه من التعويض هاد بتكون ابسليوت ماكسيمم، واصغر قيمه بتكون ابسليوت مينيمم. كيف يعني؟ ناخذ اول سؤال. جايب لك عندك اف الاكس تساوي 2 اكس تكعيب ناقص 15 اكس تربيع زائد 36 اكس
على الفترة من 1 لـ 5. حكينا أول خطوة بدي أروح أطلع النقاط الحرجة. هنا هون أول نقطة راح نطلع النقاط الحرجة. طلعنا النقاط الحرجة، اشتق عشان أطلع النقاط الحرجة، بصير 6x تربيع ناقص 30x زائد 36، هاي المشتقة. بعد هيك حكينا لما يكون بس على مقام بسوي بالديز نوت اكزيست، لما ما يكون بس على مقام كمان راح اسوي، يعني بسوي بالصفر، بس هنا ما في مقام ما راح اسوي بالديز نوت اكزيست، فبتصير عندي صفر واقسم على 6 على طول اسهل، بتصير اكس تربيع، بس بقسم على 6 للتسهيل طبعا، ناقص 5x زائد 6. في التحليل بتطلع عندي اكس ناقص 3 واكس ناقص 2. اكس تساوي 3 واكس تساوي 2. الثلاث والاثنين طبعا معطيك الفترة من 1 لـ 5، الثلاث والاثنين ضمن الفترة، فبدي اروح اشوف قديش اف الواحد تساوي واف الاثنين تساوي واف الثلاث واف الخمسة، هي اطراف الفترات اف الواحد والخمسة والارقام اللي طلعت عندي الاكس شو تساوي عندي. اف الواحد عوض الواحد في الاقتران الاول، اف الاكس اللي معطيك اياه، اف الواحد بيساوي 23، يعني تعوض التعويض عادي، واف الاثنين بيساوي 28، واف الثلاث بيساوي 27، واف الخمسة بيساوي عندي 55. شو اكبر قيمة طلعت عندي؟ هاي اكبر قيمة طلعت عندي. شو اصغر قيمة طلعت عندي؟ هاي اصغر قيمة طلعت عندي. اكبر قيمة بتكون ابسليوت ماكسيمم، عند الاكس قديش تساوي ات اكس قديش تساوي، هيها عند الاكس تساوي 5، اكس تساوي 5، وهاي اصغر قيمة طلعت عندي اف الواحد تساوي 23، هي 23 اصغر قيمة، اصغر قيمة فيهم بتكون ابسليوت مينيمم ات اكس قديش تساوي 1. طبعا مش شرط يكون مثلا تاخذ لي دائما انه ابسليوت مينيمم اصغر 1 هون، لا اصغر ناتج تعويض، يعني هاي ال 23 اصغر من ال 28، اصغر من ال 55، واصغر من ال 27 ناتج التعويض تبعها. نيجي للمثال الثاني، بيجي بيحكي لك اف الاكس تساوي اكس على اكس تربيع زائد 1 الفترة من 0 لـ 2. طبعا اول شيء نطلع النقاط الحرجه، وعشان اطلع النقاط الحرجه راح اشتق. انا مشتق عندي جاهز لانه اخذنا اشتقت القسمه اكثر من مره واشتقينا عليه، بيطلع عندك بعد التبسيط اكس تربيع زائد 1 الكل تربيع، بيطلع عندي هيك. هسه حكينا دائما بدنا لما يكون عندي بسط على مقام باخذ اصفار المقام اللي هي بتكون بتساوي ديز نوت اكزيست، وبساوي المسألة بالصفر، بس اطلع هون عدد رقم تربيع، يعني عدد موجب زائد موجب مستحيل يساوي الصفر، يعني لو بدك تيجي تسويها هون does not exist وتطلع صفر المقام ما راح يطلع عندك صفر مقام، لانه عدد موجب زائد عدد موجب تربيع بضل عدد موجب يعني. بس شو بدي بسوي بالصفر، بصير صفر يساوي، حكيت لك 100 مرة كمان لما تكون مقام على بسط على مقام وبدي اسوي بالصفر باخذ بس البسط، بتصير سالب اكس تربيع زائد 1 يساوي الصفر، واكس تساوي سالب 1، انقل خذ الجذر واكس تساوي 1. طلع عندك الفترة من 0 لـ 2، السالب 1 مش من ضمن الفترة، بروح بلغيه على طول، فبروح بطلع اف اطراف الفترات، اف الصفر واف الاثنين، اف الاثنين، وشو طلع عندك؟ اف الواحد، نكتبها هون، اف الصفر قديش طلعت عندك؟ اف الصفر عوض صفر على صفر، صفر على واحد صفر، واف الواحد بيطلع نص، واف الاثنين بيطلع 2 على 5. شو اصغر اشي، اصغر قيمة عندك؟ هيها الصفر، واكبر قيمة 2 على 5 ولا ونص، 2 على 5 بتطلع عدد يعني صغير، اقل من نص، والاف بيطلع عند اكبر عدد هون النص يعني. فعندك هون شو صفت؟ اصغر رقم
اللي هو ابسليوت مينيمم عند الاكس قديش تساوي؟ هي صفر. وهو الابسليوت ماكسيمم عند الاكس تساوي واحد. هيك احنا بنكون خلصنا الابسليوت. ندخل على الرول ثيرم ومن فاليو. هسا اول اشي قاعدة رول. طبعا المن فاليو ثيرم برمزولها كثير في الامتحانات MVT. فاذا شفت في الامتحان هذا الرمز اعرف انك بدك تحل على المن فاليو ثيرم. وهاي المن فاليو ثيرم اشمل بكثير من قاعدة الرول. هسا رح نحكي عن قاعدة الرول. هسا قاعدة الرول شو عندها؟ ثلاث شروط عشان تتطبق عليها. بحكي لك لازم انه يكون متصل continuous the closed، لازم يكون متصل على الفترة المغلقة، هي متصل على الفترة المغلقة. الشرط الثاني لازم يكون differentiable على الفترة المفتوحة من A ل B اللي معطيك اياها، قابلة للاشتقاق يعني. والشرط الثالث لازم اعوض ال A بالاقتران وال B بالاقتران واثنين يساوي صفر. نيجي عندك مثال بحكي لك x تربيع ناقص 5x زائد 4 والاكس تنتمي من 1 ل 4. بحكي لك فير ساتسفيس رول ثيرم اند فايند السي تنتمي من 1 ل 4 such that اف برايم للسي يساوي 0. يعني بدك تعرف شغله كثير، هذا اقتران كثير الحدود. كثير الحدود دائما متصل وقابل للاشتقاق على اي فتره. يعني اول ما اشوف كثير حدود، اول ما اشوف كثير حدود بعطوه بروح بكتب له continuous متصل على الفترة نفسها المغلقة و differentiable على الفترة نفسها 1 لـ 4 المفتوحة. دير بالك هيا بالقانون متصل على الفترة المغلقة و differentiable على الفترة المفتوحة. وعطول شو كمان بروح بعوض اف عشان هاي حققت الشرط الاول، حققت الشرط الثاني بدي اروح احقق الشرط الثالث. اف الواحد قديش تساوي بعوض، واف الاربعة قديش تساوي. عوض الواحد فوق راح يعطيك الصفر، وعوض الاربعة فوق راح يعطيك الصفر. ما دام لما عوضت الاربعة بالسؤال اللي عندي والواحد طلع عندي صفر وصفر، بهيك بدي اروح اطلع بدي اكمل قاعدة الرول. ما طلعوا يساوي صفر ما بكمل. او بالاحرى مش يساوي صفر، لازم يكونوا يساوي بعض. يعني مش ضروري يكونوا يساوي صفر، لازم يكونوا بيساوي بعض. فدايما بس يطلع عندي هيك يساوي بعض، شو بروح بعمل؟ بشتق. اشتق اللي اياه بصير اف برايم، بس انتبه بحط اف برايم للسي. هون هي بالسؤال كاتب اس محطوط اصلا بالقانون اف برايم للسي. بشتق ومحل كل اكس بحط سي. شو مشتقه الاكس تربيع؟ 2 اكس بتصير 2 سي ناقص 5 اكس اللي هي ناقص 5 مشتقتها بتصير ناقص 5. اف برايم للسي يساوي صفر، فبتصير صفر 2 سي ناقص 5 وسي تساوي 5 على 2. ما دام السي طلعت تساوي 5 على 2 بروح بشوفها. هسه السي بتنتمي الفترة 1 لـ 4، الخمسة على 2 2.5 بين الواحد والاربعة. شو بنعمل دائما؟ بنروح بنشوفها متصل على الفترة المغلقة ولا لا، بنشوفها قابلة للاشتقاق على الفترة ولا لا، بنعوض اف ال A واف ال B. مش ضروري يطلع عندي صفر، المهم يطلع عندي نفس الرقم. بشوف بعدين بروح شفت اتصاله، بعدين طلع عندي يساوي اف الواحد يساوي اف الاربعة، بروح بشتق. وبس اشتق بحط محل كل اكس معي سي، فبتطلع 2 سي ناقص 5 وبسويها في الصفر. بتصير عندي صفر تساوي 2 سي ناقص 5 المشتقة، ونقول بتطلع عندي السي تساوي 5 على 2 وبشوفها جوا الاقتران جوا الفترة اللي معطيك اياها ولا لا. عندك هون سؤال بيحكي لك 9x زائد 3x تربيع ناقص x تكعيب، x تساوي سالب 1 لـ 1. احنا حكينا على طول انه كثير الحدود متصل، اي كثير الحدود دائما متصل على اي فترة بعطيك اياها، سالب 1 لـ 1
ومقابل الاشتقاق differentiable قلنا على الفترة من سالب واحد بس مفتوحة لواحد. بس عوض اف السالب واحد الشرط الثالث بدك تعوض اف الاي واف البي، يعني عوض اف الواحد اف السالب واحد واف الواحد. لما تيجي تعوض اف السالب واحد بعطيك خمسة، ولما تيجي تعوض اف الواحد بعطيك 11، فما ساووا بعض. بما انهم ما ساووا بعض ما بكون ما بكمل قاعدة الرو، بقول نت سات بيجي عندك اف الاكس تساوي 2 اكس زائد 2 على اكس، معطيك هذا كثير حدود وهذا اقتران نسبي. هسه طبعا الاقتران النسبي وين ما بكون متصل؟ عند اصفار المقام، والكثير الحدود متصل دائما حكينا. فشو بدي اروح اول اشي؟ بدي اشوف هسه وين الكثير الحدود عندي. هو هذا كنت بدك تشوفه متصل عند الفترة ولا لا؟ هو راح يطلع متصل. ليش؟ واحد نص لاثنين. هسا النسبي وين مش متصل؟ هون راح يكون عند صفر المقام اللي اكس تساوي صفر، والصفر مش بالفترة، عندي الفترة من نص لاثنين اكبر من الصفر، فبكون متصل على الفترة هاي وقابل للاشتقاق عند الفترة المفتوحة من نص لاثنين، وبروح بشتق عفوا قبل ما اشتق بدي اروح اتاكد من الشرط اللي هو اف النص يساوي اف الاثنين ولا لا، ولما نعوضهم راح يطلع اثنين يساوي خمسة. فبما انه الشرط الثالث تحقق عندي اف الاي يساوي اف البي، شو بروح بعمل؟ بروح بشتق. بعد ما اشتق بحط محل كل اكس سي، هيا بشتق بالنسبة لسي، بتصير عندك اثنين المشتقة تساوي اثنين زائد اثنين زائد شو مشتقة ال اثنين زائد شو مشتقة النسبي؟ سالب هون لما يكون عندك البسط على اكس تقدر تحطها سالب الثابت على المقام تربيع او تشتقها مقام في مشتقة البسط، مش مشكلتنا احنا، المشتقة بتطلع عندك ناقص اثنين على سي. فبالشكل النهائي بتصير اثنين ناقص اثنين على سي وتساوي صفر. دائما بتساويها بالصفر. اف برايم هاي عندك بالقاعدة بتكون اف برايم للسي تساوي صفر للسي تربيع. بعد ما اشتقناها انقل بتصير عندك اثنين تساوي اثنين على سي تربيع، اضرب ضرب تبادلي بتصير عندك اثنين سي تربيع تساوي اثنين، واقسم خذ الجذر بتكون سي تساوي سالب واحد وسي تساوي واحد. هيك خلصنا الحل؟ لا ما خلصنا. عندي هون انا السالب واحد مش ضمن الفترة اللي معطيني اياها، بروح بستثنيها بس. كيف السؤال الاول؟ طلعت عندي السي تساوي خمسة اثنين تنتمي لواحد لاربعة، فبروح بحكي له انه السي تساوي سالب واحد مش ضمن الفترة، وسي تساوي واحد ضمن الفترة اللي عندي اللي هي نص لاثنين. نرجع نعيد زي من اول، شفنا انها متصل وشفنا انها ديفرنشابل. بنروح نحقق الشرط الثالث اف ال اي تساوي اف ال بي، طلعت عندك اف ال اي تساوي اف ال بي، اف النص تساوي اف الاثنين تساوي خمسة، حققت الشرط الثالث. فبروح بشتق بحط كل محل اكس سي، هاي اشتقيت وحطيت كل محل اكس سي، بطلع قيمة السي وبتأكد اذا السي ضمن الفترة اللي معطيك اياها ولا لا. ندخل على قاعدة مين فاليوم ثيرم اللي هي بنرمز لها ام في تي. نفس الاشي بتكون اول شرطين نفس الاشي، لازم تكون متصل كونتينيوس على فترة A لB المغلقة وقابل الاشتقاق للفترة A لB المفتوحة، وبس بيختلف عندي بالشرط الثالث. الشرط الثالث كنا بقاعدة رول شو نروح نحكي؟ اف ال A تساوي اف ال B، بس هون لا، لازم بروح بطبق هاي اشمل ما عندها شرط ثالث، بروح بطبق انه مشتقة عندي السي تساوي اف ال بي ناقص اف ال اي على بي ناقص اي قانون. يعني بيجي بجيب لك هذا المثال
بيجي بيحكي لك 3 على 4 اكس تربيع زائد 1، هذا كثير حدود. كثير حدود شو اتفقنا؟ انه متصل على الفتره A ل B وقابل للاشتقاق على الفتره، اي فتره بعطيك اياها. فاطول بروح بكتب له انه متصل على الفتره من 0 ل 2 وقابل للاشتقاق على الفتره المفتوحه من 0 ل 2. شو بيجي عندي بعدين؟ بدي اشتق الاقتران بالنسبه لسي، هي يعني بروح اشتق وبعوض كل محل اكس سي. شو اشتق؟ بتصير هنا، خلينا ناخذها هون تكعيب، لما تيجي تشتقها اشتق تكون تساوي عندك لا عفوا هون تربيع اشتق، بتكون عندك 6 على 4 في اكس، اللي 6 على 4 في اكس. شو بدنا ناخدها؟ حكينا بنحط محل كل اكس سي، بتصير سي ناقص زائد 1 اللي هي مشتقتها زائد 1 هي زائد 0 مشتقة، تساوي 6 على 4 بتصير سي. وبعدين بعوض الخمس، هي انا اشتقيت بالنسبة لسي 6 على 4 سي صارت عندي، هي 2 ضرب 3 على 4 اللي هي 6 على 4، وطرحنا من الاس 1 هي المشتقة بالنسبة لسي، تساوي اف البي اللي هي عندي اف الاثنين ناقص اف الصفر على 2 ناقص 0. 6 على 4 سي تساوي اف الاثنين لما تيجي تعوضه بيطلع عندك 3، واف الزيرو لما تعوضه بيطلع عندك 1، فبتصير عندك 3 ناقص 1 على 3 على 2 ناقص 0 عفوا اللي هي 2 ناقص 0، تطلع عندك 2 على 2 وتساوي 1. فصفت عندك 6 على 4 سي تساوي 1 بالضرب التبادلي، بتطلع عندك 6 س تساوي 4 وسي تساوي 4 على 6، والأربعة على ستة ضمن الفترة 0 ل 2. هون عندك السؤال اف الاكس تساوي 2 اكس زائد 1، اكس تنتمي للسالب 1 ل 2. طبعا بكون بذكر لك بالسؤال مين فاليوم ثيرم او جايب لك ام في تي. هطول شو حكينا؟ بنروح بنشتق وبنعوض سي. اول شي بدنا نشوف متصل على الفترة وقابل للاشتقاق ولا لا، بس بما انه كثير حدود هطول طبعا متصل وقابل للاشتقاق، فبتروح تكتب له continuous on. طبعا انت بتكتب له من سالب 1 ل 2 وديفرنشبل من سالب 1 ل 2. بعدين نروح بنطبق القانون اللي هو بنشتق وبنعوض محل كل اكس سي، بتصير عندك مشتقة اف الاكس اللي هي 2 وما في اشي، ما في اكس ما بعوض سي، تساوي اف الاثنين ناقص اف السالب 1 على 2 ناقص الناقص 1، وبتطلع عندي بالتعويض 2، عوض الاثنين فوق بتصير 2 في 2 4 زائد 1 5 ناقص اف السالب 1 2 سالب 2، وانا حكينا زي ما حكينا هون بيطلع 5 ناقص 2 في سالب 1 سالب 2 زائد 1 سالب 1 سالب السالب، بتصير موجب 1، بتصير عندك 5 زائد 1 6 على 2 ناقص الناقص 1، 3 تساوي 2. فهون ما طلعت عندك يعني قيمة سي، طلعت ثابت. يعني المثال اللي هون طلعت عندك سي وطلعنا القيم اللي إلها، فهون ما في طلع عندي سي، طلع عندي لما اشتقيت طلع ثابت وساوت، ولازم تساوي القانون عندي هي المشتقة لازم تساوي اف البي ناقص اف الاي على بي ناقص اي.
فشو المشتقات اللي طلعت عندي؟ اثنين. ولما طبقت افل بي ناقص افل اي على بي ناقص اي طلعت عندي اثنين. فلما يطلع عندك ثابت بتروح تحكي له سي تساوي الفترة نفسها اللي معطيك اياها بالسؤال، من صفر وشو معطيك هون، من سالب واحد لاثنين. نرجع نعيد، تأكدنا انه متصل على الفترة وقابل الاشتقاق على الفترة. بعدين اشتقيت وقوت بالقانون، طلع عندك المشتقة تساوي اثنين والاف الاثنين ناقص اف السالب واحد على اثنين ناقص الناقص واحد تساوي اثنين. فما دام طلعوا عندك القانون صح وطلع عندك هون ثابت ما في سي، فبتكون سي متصل على كل الفترة. متى بس بالمثال اللي فوق طلعت عندك هون في المشتقة 6 على 4 سي، وطلعنا قيمة سي من ال من الحل اللي حليته. بس هون ما طلع عندك لما تشتق وما يطلع عندك سي بتروح بتعوض القانون. اذا طلع نفس الرقم، هو لازم اصلا يطلع نفس الرقم عشان نحقق القانون، بتكون سي متصل على كل الفترة. نيجي عندي هون تقريبا لأهم مثال أو أصعب مثال في اللي أخدناه. خمسة وعشرين ناقص إكس تربيع، بدي أشوفها متصل، بدي أشوفها قابلة للاشتقاق ولا لا. طبعا أول إشي متصل لازم يكون عشان اعرف وين متصل بروح بطلع له الدومين عشان اعرف وين نقاط اتصاله. حكينا الجذر ما داخل الجذر اكبر او يساوي صفر، فبيطلع عندي من سالب خمسة لخمسة نقاط اتصاله لازم يكون عندي من سالب خمسة لخمسة. فتطلع الفترة عندي من سالب اربعة لصفر، فمن سالب اربعة لصفر موجودة جوا الفترة هاي، فالعاد بكون متصل على الفترة نفسها. لما اشتق شو مشتقته؟ سالب ما بداخل الجذر سالب اثنين اكس، انا ما داخل الجذر اثنين ما بداخل الجذر، خمسة وعشرين ناقص اكس تربيع. هسه احنا اول اشي طلعنا انه متصل، طلعنا انه متصل، ولما اشتقيناه طلع عندي سالب اثنين اكس على اثنين في جذر اثنين خمسة وعشرين ناقص اكس تربيع. مشتقة ما بداخل الجذر على اثنين بالجذر نفسه. هسه طب انا بدي اعرف انه قابل للاشتقاق ولا لا. انت لما كان كنا نشتق وكان لما لما كنا نشتق وما يكون عندي بسط على مقام كنا على طول نحكي ديفرنشبل. بس هاي اول مره طلعت عندي، طلع عندي هون مقام بالمشتقه. فشو طلع عندي؟ 25 ناقص اكس تربيع. متى المقام راح يكون يساوي صفر؟ عندي الاكس تساوي سالب خمسة والاكس تساوي خمسة. بس طلع الفترة عندك هون سالب اربعة وصفر، ما شملت لا سالب خمسة ولا الخمسة، فالعائد راح يكون ديفرنشابل على الفترة اللي معطيك اياها. ليش طلع هون عندك هاي خط الاعداد، هاي سالب خمسة هاي سالب اربعة وهي الصفر وهي الخمسة، الفترة هيها اللي معطيك اياها أصغر من الخمسة وأصغر من السالب خمسة. فالفترة مش شاملة لا السالب خمسة ولا الخمسة، الفترة شاملة بس الأعداد من السالب أربعة للصفر. وهون اللي ما بيخلي قابل للاشتقاق بس الخمسة والسالب خمسة، بس مش عندي في الفترة، فبكون كنت متصل وقابل للاشتقاق. هيك احنا حققنا أول شرطين. يظل عندي الشرط الثالث اللي هو أشتق وأعوض كل محل إكس سي. هاي أنا اشتقيت بس بدي أعوض كل محل إكس سي، بتساوي سالب اثنين سي على اثنين في جذر خمسة وعشرين ناقص سي تربيع وتساوي اف ال اي ناقص اف ال بي على اي ناقص بي اللي هي اف السالب اربعة، هي اف الصفر ناقص اف السالب اربعة على صفر ناقص الناقص اربعة. راح يطلع معي اختصار للوقت، انا راح احكي نص يعني بتعوض، عوض اف الصفر هون واف الاربعة هو اف السالب اربعة هون على القانون، راح يطلع معك نص. طبعا هاي الاثنين راح تروح مع هاي الاثنين، اضرب ضرب تبادلي راح تصير عندك اثنين سي تساوي سالب اثنين سي تساوي جذر الخمسة وعشرين ناقص سي تربيع. طبعا بدي اربع الطرفين عشان اطير الجذر، بتصير عندي بروح السالب بتصير اربعة سي تربيع تساوي خمسة وعشرين ناقص سي تربيع.
انقل سي تربيع لغات، بتصير عندك 5 سي تربيع تساوي 2 تساوي 25 على 5 على 5، سي تربيع تساوي سالب سي تربيع تساوي 1، خذ الجذر سي تساوي 1 وسي تساوي سالب 1. على 5 على 5 سي تربيع تساوي 25 على 5 تساوي 5، فخذ الجذر للطرفين بتصير عندك سي تساوي جذر 5 وسالب جذر 5. بس بدك تنتبه، جذر 5 راح يطلع اكبر من الصفر، بيطلع 1 2 وشوي، فالمستفتر عندك من سالب 4 لصفر، فبدك تستثني، وسي تساوي سالب جذر 5 بيكون جوا الفترة، فبتاخذ سي تساوي سالب جذر 5. هيك احنا بنكون انهينا موضوع المين فاليوم ثيرم. بيجي عندك بس ممكن اجيب لك سؤال اثبت، يجي يحكي عشان بس عشان يبين لك القاعدة، انه اذا اشتقيت اقترانين وطلعت مشتقتهم نفس الاشي، راح يكون الفرق دائما بينهم ثابت. مثلا كيف؟ شو مشتقة ساين انفرس الاكس؟ المشتق اف برايم للاكس تساوي 1 على جذر 1 ناقص اكس تربيع، ومشتقة الكوساين انفرس نفس الاشي بس السالب، بتصير سالب سالب 1 على 1 ناقص اكس تربيع تحت الجذر. قديش هي تساوي؟ مقدار ناقص المقدار نفسه يساوي صفر. فبالتالي شو مشتق الثابت؟ صفر. فبتقدر تحكي انه هي عندي اف الاكس، هاي اف الاكس، فبقدر احكي انه اف الاكس كمان يساوي سي ثابت. شو مشتقة الثابت؟ صفر. وشو مشتقة الاقتران اللي عندي؟ هاد صفر. فسويت اف الاكس يساوي سي، فبروح عندي عطول بحط اف الاكس شو تساوي؟ هيك انا بدي اثبت ساين انفرس. طبعا بقدر اعوض هاي الثابت، الثابت لازم يكون عندي طبعا دايما الكوساين والساين انفرس بين السالب 1 للواحد، باخذ اي قيمة بين السالب 1 والواحد، خذ الصفر، ساين الصفر زائد كوساين انفرس للصفر تساوي قديش؟ ساين انفرس للصفر قديش القيمة اللي بتكون عندها صفر؟ إيه هي الصفر، زائد كوساين، متى طبعا اخذنا احنا في درس الكوساين انفرس والساين انفرس كيف نطلعهم، بتكون باي على 2، وصفر زائد باي كوساين الساين انفرس للصفر باي على 2، صفر زائد باي على 2 باي على 2، طلعت عندي باي على 2. وانا من الفرض نفسه حاط انه اف الاكس تساوي سي، فرضتها لما اشتقيت ساين انفرس الاكس وكوساين انفرس الاكس طلعت مشتقتها صفر، رحت فرضت اف الاكس انه ثابت مشتقته صفر، فمن الفرض اللي عندي انه سي تساوي باي على 2. يعطيكم العافية.